رامي لا الموبايل كده وبعدين رامي يلا فقدنا أسطورة الكوميديا فقدنا يعني فقدنا يعني قيمة كبيرة جدا عبر مسيرة طويلة مظبوط يلا افتح عندك مش قصدي على فكره اقول لي ممكن تقول بادب على فكره قليل الذوق قوي خلص واشوف وعلاقته بالاخرين عمره ما جاب شيء علاقته بالاخرين عظيمه مسيره رامي يعني مشوار انا بعتبره احد رموز الكوميديا في العالم العربي وفي العالم كله يلا يا رامي كان ليه مدرسه خاصه يا رامي دي مدرسه نزل ايدك يا كابتن انت مين فينا ما تحكش من المتزوجين الشايخ ترامب النهارده في المسيره الكبيره جدا من خلال الثلاثي وبعد الثلاثي فالحقيقه الاستاذ سمير غانم قيمه كبيره جدا 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 كلنا الدنيا كلها زعلانه انا تلقيت رسائل وتلقيت تليفونات من كل النقابات الوطن العربي يعني تبكي هذا الرجل العظيم تبكي سمير غانم اللي اسعدنا واتحدنا وامتعنا فربنا يرحمه وربنا يشفي الفنان الكبير ده عايزين نعرف سبب الوفاه هل فعلا كان كورونا مشكله في الكلى ولا كان لا هي حسب معلوماتي بدات كورونا بدات لكن كان في اثار الكلى يعني هو الوفاء اعتقد انها كانت حاجه خاصه بالكلى يعني معلوماتي برضو البسيطه بدات كورونا طمنا عن الفنانه دلال عبد العزيز الحمد لله يعني اللي انا سامعه ان الامور افضل بتقولوا ما هي ما تعرفش لغايه دلوقتي ان الاستاذ سمير غانم توفى فهل ده انا مش هذا امر يعني اسري جدا انا يعني مش داخل فيه خالص وطبعا بحترم جدا خصوصيه الاسره يعني حتى هتلاقوني عمري ما ادليت باي حاجه تخص حاله الاستاذ سمير والاستاذ دلال لان الاسره يعني تحديدا الاستاذ رامي والاستاذ حسن كانوا يعني كتبوا ان نلتزم بما يصدر منهم شخصيا فطبعا عزائم حسن رداد والاستاذ رامي رضوان والدنيا والايمي المصاب كبير المصاب كبير جدا وربنا يصبرنا ويصبرهم لان يعني هذا الرجل صاحب البهجه وصاحب السعاده وصاحب الابتسامه يعني كل المصريين زعلانين كل الوطن العربي زعلان انا اقسم بالله جات لي رسائل من كل النقابات العربيه يعني تبكي سمير غانم وبشكركم على حضوركم شكرا شكرا, شكرا.